حصل ولا ما حصلش ان انا حبيت من طرف واحد؟ جايين لي النهارده صعبت عليا يا امير. خلاص مشيوا مشيوا. وائل لا شاهيناز ما حصلش؟ ما حصلش اكيد حصل اكيد، وحتى ممكن الشخص يكون مش عارف اصلا. عادي يعني، وكنت لما كنت اصغر من زمان 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 كنت ممكن يكون ما عنديش الجرأة حتى نقول للانسان، فبتلاقيها يعني علاقه من بعد بس. تخيل تقول دلوقتي مثلا هو بتشوف مثلا البرنامج ده بيخضر، تخيل ان سفر عبدين في حبنا انا ده. اه تخيلي ده هيبقى عندها يا عيني عبد الحميد. لا بس انا اطول علاقه حب من طرف واحد دامت معاك قد ايه؟ ممكن فتره طويله يعني عادي يعني.